السلام عليكم اعزائي المشاهدين، جيتكم بوصفه جديده. الوصفه تاع اليوم هي غراتان وشوفلور. بون، انا في هذه الوصفه واش حنبازي بوكو بليس على كيفيه تحضير لا بيشاميل. بون، باش نحضروا لا نسبق قبل في لا بيشاميل، باش باسكو غراتان تاعنا هذا نديروه بلا بيشاميل. بون، باش ندير لا بيشاميل واش ندير، واش نسحق؟ نسحق نص ريكل حليب، نسحق 3 ملاعق اكل تاع لا فارين، نسحق 3 ملاعق اكل تاع لا مارغارين، نسحق ملعقه صغيره فلفل كحل، ملعقه صغيره ملح، شويه جوز طيب كما راكم تشوفوا لهنايا، غروير هذا فرماج نوعيه غروير، و فرماج بورسيون هنايا 5 طقيبة. هذه بالنسبه لي لتحضير لا بيشاميل. الان باش ندير الغراتان ديالي بلا بيشاميل، غراتان وشوفلور بلا بيشاميل، نسحق حوالي راس تاع شوفلور، ونسحق حوالي نص رطل تاع لافونداشي. الوغ انا هنا واش حندير، ناخذ الشوفلور ديالي نديرو الفور، وهنا هذا لافونداشي نقليه شويه مغدارين ونخليهم يطيبوا، ونروح مباشره نحضر لا بيشاميل تاعنا. كيما راكم تشوفون انا راح ندير الشوفلور تاعي يفور. الوغ هنا بعد من المغلات تاعي نحط الشوفلور تاعي يفور، وكيما قلت لكم توجور حاجه تفوروها ديروا لها ان ساشي من فوق. بون، انا دوك نخلي الشوفلور تاعي يفور ونروح ندير حاجه واحده اخرى. الوغ هنا نبدا نحضروا لا بيشاميل تاعنا. اول ما قبل كل شيء واش حندير، هنايا نكيا المصريفه تاع الحليب كيما راكم تشوفون، هلا هنايا هاي المصري تاع الحليب تاعنا، نغسلوها ديراكتومون في لاكاسون، هاي لي باردة، تكون باردة، واش نزيد لها؟ نزيد لها 3 ملاعق تاع الأكل تاع لافارين، كيما راكم تشوفون، ملعقة أولى، ثانية، و ملعقة تاعتها كما معايا. حطيت لافارين تاعي 3 كليغ تاع لافارين. الان واش حنزيد، ناخذ ملعقه صغيره تاع هادو ملعقه تاع لاتاي، ولا نص ملعقه صغيره تاع القهوه تاع فلفل اكحل كما راكم تشوفوا هنايا، هاديك نص ملعقه صغيره. واش نزيد لها ايضا، نزيد لها ملعقه صغيره، هنا نبدل لها كليغ ملعقه صغيره تاع القهوه كما راكم تشوفوا، تاع الملح هكذا. هنايا بعد ما درت لافارين الملح والفلفل هنا ناخذ جوز الطيب تاعي. بون، هنايا نكسرها، مازال ما كسرتهاش انايا. بون، هاي ليك جوز طيب تاعي هنايا، باني ما يعرفهاش، هاي ليك. بون، هنايا واش حندير، فقط بيض هكذا شويه برك، سكرتج شويه لداخل، ماشي بزاف، ما تكثرش بزاف هكذا، فقط هاد الكميه فقط، هاي ليك. الان بعد ما ضفت جوز طيب ديالي، بون، نحرك هذا المحتوى تاعي كامل هكذا بالفوي حتى تتحلي لافارين تاعي كيما راكم تشوفوا. الان مباشره نحطها فوق النار ابتي فو كيما راكم تشوفوا لهنايا، نحطها على نار هادئه ونوصل التحريك حتى تغلي. بون، في الوقت هنا لاني لا بيشاميل تاعي هنا راهي طيب، شوف لوغ تاعي كيف كيف راهو يفور. هنا قلت توجور ديروا ان ساشي هكذايا كي تحبوا تفوروا الحاجه. بون، نخليه يكمل يفور شوف لوغ، ونواصل تحريك لا بيشاميل ديالي حتى تبدا تخثر، ومن بعد نشوفوا واش نزيدوا لها. كيما راكم تشوفوا هنايا كيت هنايا لا بيشاميل تاعي هنا راهي بدات تعقد. بون، انا واش حندير، ناخذ لا مارغارين ديالي ندير حوالي 3 ملاعق تاع الاكل تاع لا مارغارين. بون، الملعقه الاولى كما راكم تشوفوا، نزيد الملعقه الثانيه هاي ليك، والملعقه الثالثه هاي ليك، ناخذ 3 ملاعق تاع
حطنا مارغرين ونواصل التحريك. بون كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما دابت المارغرين تاعي نقص لابيشاميل تاعي ونخليها تغلي على نار هادئه ونروح نوجد لي بورسيون تاع الفرماج ديالي. انا غن هنايا هملك الفرماج ديالي واش ندير لهم، قلت 5 قطع تاع الفرماج بورسيون، نحاول نقطعهم هكذا قطع صغيره بهذا الشكل. غادي نقطعها على زوج هكذا مربع صغيرة كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. الو كنبدا العمليه تاعي مع 5 فرماج ديالي. الو كما راكم تشوفوا انا بعد ما قطعت الفرماج تاعي قطع بهذا الشكل مربعات نضيفهم مباشره فوق لابيشاميل. الو هاي لك هنايا لابيشاميل تاعنا كما راكم تشوفوا، مباشره نحط فوقها الفرماج ديالنا هذا القطع. ونواصل التحريك هكذا. في الوقت اللي باش متاي راني خليتها اكتيفه ناخذ قطعه الكوغيير تاعي ونرى فيها. ما هنايا انا قلت ما قلتكمش شحال كم هنا اونفيرون 100 غرام تاع الكوغيير. بون نسكبجو بهذا دو بريفيرونس بالخشين. بون نسكب في الكوغيير تاعي. الو هنا نكمل كامل الكميه ديالي. هنا راني كمل الكمية تاع الكوغيير تاعي رافيتو هاهيك. الآن مباشرة نديرو فوق لابيشاميل ديالي. دونك كيما راكم تشوفو هاديك لابيشاميل تاعنا، مباشرة نحط كمية الكوغيير تاعي الداخل هكذا بهاد الطريقة. بون نحرك هكذا فقط ما نخليش حتى يدوب ونطفي على لابيشاميل تاعنا ونخلي لابيشاميل نخلي هذاك الفرماج هذاك الكوغيير يدوب باقي للداخل باش نتحصل على هاد الخيوط كما راكم تشوفوا هكذايا. يحب لابيشاميل تاعي تكون بهذه الطريقه هكذا. شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه، شوفوا هاد الشكل بمجرد باسكو راني حطيناه الفرماج الكوغيير تاعنا سخون الوغ دوك يبدا وحدو يدوب نطفو عليه النار. نخلو لابيشاميل تاعنا هنا راهي جاهزه ونتفقدو الشوفلوغ ديالنا. بون كيما راكم تشوفوا هنايا الشوفلوغ تاعنا راهو طاب. الان خلوه يبرد ونروح نحضر لا فيوند هاشي تاعي. الوغ لهنايا في الوقت اللي راهي لابيشاميل تاعي هنايا خلاص راهي بردت راهي واجده. بون شوفو كيفاش ولات كي بدات تبرد. الان واش ندير، ناخذ الكميه تاع لا فيوند هاشي تاعي مباشرة نديرها في مقلاة صغيرة كما راكم تشاهدوا ونزيد عليها نضيف عليها حوالي ملعقة أكل تاع لامارغرين هكذا بهذه الطريقة. واش نضيف أيضا الآن نضيف حوالي نصف ملعقة صغيرة تاع الملح، ما نكثرش بزاف الملح كيما راكم تشوفوا غادي شوية هنايا. ونضيف أيضا نضيف نصف ملعقة صغيرة تاع الفلفل الأسود هكذا بالطريقة كيما راكم تشوفوا. الان واش حندير، نحرك ديال لافيونداشي ديالي ونخليها طيب ومن او ميم طون نحاول نحل لافيونداشي ما نخليهاش تتحكم ما بيناتها ونحاول هكذا نحلها نفتتها. بون كي من نطيب لافيونداشي تاعي ونعاود نولي. بون كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما بدات طيب لافيونداشي تاعي هنايا بون هذا كيبدا تطلق الماء تاع انا هنايا ماشي نزيد لها اكثر من هكذا فقط هكا يدخل لها طياب نحبس. بون نعاود نطفي عليها. الان كيما راكم تشوفوا لابيشاميل تاعي هنايا راهي جاهزه. شوفوا كيفاش يبدا تكون ما خليت ما تزيد تعقد.
شوف لوغ تاعك كيف راهو بدا يبرد. لا فيوند هاشي راهي واجده، لان هادو هما المكونات ثلاثه اللي حنخدم بهم الغراتا وشوف لوغ تاعنا بلا بيشاميل. نجوزو طريقه التحضير. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا جميع المكونات تاعي راهم حاضرين باش نحضر الغراتا تاعي وشوف لوغ. اول ما قبل كل شيء ناخذ شوف لوغ ديالي نديرو في الريسيبيون هذا اللي حنخلط فيه. نزيد ناخذ لا فيوند هاشي كيما راكم تشوفوا مباشره نحطها فوق ال كما راكم تشوفون فوق الشوفلوغ ديراكتومون. الان نزيد ناخذ لابيشاميل ديالي كما راكم تشوفون. شوفوا لهنا كيفاش ولات لابيشاميل تاعنا، شوفوا كيفاش ولات عقده لي في تاع الكروير تاعنا لي زدناه. الان مباشره نحط الميلونج ديالي لابيشاميل فوق الميلونج هكذا بهذا الشكل ترى جميع كل محتوى بالطريقة. وهانيك بعد ما فرط لابيشاميل تاعي الان ناخذ ملعقة هكذا ونبدا نخلط جميع المكونات. هنايا ميم ولا تكسر لي الشوفلوغ ديالي نورمال ما عندي حاجة، يعني نحاول ما يتكسر ليش، جو في لو ماكسيموم باش نحافظ عليه شغل دي فلوغ بصح معليش وإذا تكسر نورمال. دونك كيما نخلط هكذا ندخل هذيك لا بيشاميل كامل مع لا فيوند هاشي ونشوف له ونشوفو كيفاش يولي الغراتان ديالنا. كيما راكم تشوفو هاني بعد ما تخلطت لي جميع المكونات هامليك، الآن ناخدو الصحن اللي حنديروه في الفوق ومباشرة نحطو الخليط تاعنا في الصحن هذايا حنديروه في الفرن. دونك الفرن تاعي راني محضراتو راهو يسخن على 180 درجة. بون نحضر كامل المحتوى تاعي. بون انا جبت الفار بلا سباتول، قلت الفرن تاعي راهو مسخن مقبل على 180 درجة. بون كيما راكم تشوفون الكغاتان تاعي هنايا راهي طايبة كلش راهو طايب، ماشي حنخليها بزاف، تاخد فقط تحميرة خفيفة من الفوق نخليها اونفيرون واحد ان كار دور في الفرن وتكفيني باش تبقى الغراتا ديالي. الان هكذا نحاول نملس السطح ديالي هكذا بلا سباتول هكذا باش نحصل على سطح املس. بون كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما سويت كامل السطح تاعي هكذا توجور ان غراتا كي ديروه في الصح توجور مسحوا الحواف ديالو هادو باش ما يتحرقولكمش. الان كيما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين الغراتا تاعي هنايا راهي جاهزه باش تدخل الفرن طيبه على درجه حراره 180 لمده 4 ساعات ونعاود نشوفوا الغراتان تاعنا جاهز. الوغ هاي لك هنا الغراتان تاعي بعد ما خرجتها من الفوق. بون هنا مازالها سخونه هذا وين خرجتها بعد ما خدت التحميره هذيك. انا واش حندير هنا نخلي الغراتان تاعي تبرد شويه ونتلاقاو نشوفوها في صحن التقديم فيما بعد. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا وليك الغراتان تاعنا هنايا جاهز في طبق التقديم. هاو لك فلاسيات تاعنا الشكل تاعو كيفاش جا من الداخل. اذا اعزائي المشاهدين هاي لك الكغاتان تاعنا هاو لك. بون هاو لك لهنا نوريكم في الصحن كيفاش جا من الداخل. اذا هذه هي الكغاتان تاعنا اعزائي المشاهدين بلا بيشاميل. اذا عجبتكم الطريقه ما عليكم غير تبعوا المقادير. وفي الاخير ما قاعد لي غير نقول لكم اذا جربتوها تناولوها بالصحه ولهنا وما تنساوش ديروا جميله تعليق. الى اللقاء.